من ساعات قليله جدا الفنان ادهم نابلسي بيعلن اعتزاله الفن، وده هو في عز مجده وتالقه وسنه دلوقتي 28 سنه. ودي كانت مفاجاه كبيره جدا بالنسبه لي، وخصوصا الطريقه اللي اعلن بيها الاعتزال. ادهم نابلسي بيفاجئ جمهوره بفيديو جديد على قناته على يوتيوب. حبيت اعملكم هذا الفيديو عشان احكي لكم خبر سعيد جدا بالنسبه لي. وبدا كلامه بانه هيقول خبر سعيد جدا لجمهوره، فطبعا الكل توقع انه هيعلن عن البوم جديد او هيعلن مشاركته في عمل درامي، لكن الكل اتفاجئ انه بيعلن اعتزاله الفن نهائيا. انا اعتزلت الغناء وبشكركم على دعمكم المستمر. والاجمل هو كلامه عن قرار الاعتزال. بدا كلامه وقال ان الانسان ممكن يتعب جدا عشان يحقق هدف في حياته، ويقعد يتعب ويسعى عشان يحقق الهدف ده لحد ما بينسى الهدف الاساسي اللي ربنا خلقه عشانه، وان ربنا في الاساس خلقنا عشان حاجه واحده بس، هي عباده رب العالمين. احنا وجودنا بالحياه عشان نرضي رب العالمين، نعبد رب العالمين. تعال نفكر كده شويه، مين في مكان ادهم نابلسي ممكن يقرر الاعتزال وهو في سن 28 سنه في عز المجد والشهره والفلوس، خصوصا ان ادهم نابلسي بيسعى للشهره والمجد من زمان جدا، من اول مشاركته في اكس فاكتور واللي ما توفقش فيها، وبعدها سعى باكتر من اغنيه وحاول اكتر من مره، لحد ما في السنين الاخيره دي ابتدى يتشهر ادهم نابلسي جدا، واغانيه حققت مليارات المشاهدات، لدرجه ان اخر اغنيه بس محققها لوحدها 250 مليون مشاهده. يعني بالبلدي كده هو دلوقتي في احسن اوقات الشهره. معظمنا الدنيا بتليه في البحث عن وظيفه كويسه وفلوس كويسة، البحث عن الشهرة والمجد، لحد ما بيمشي مع الحياة خطوة بخطوة وينسى هو جه الدنيا ليه اصلا. وبيتهيألي لو كلنا فكرنا احنا جينا الدنيا ليه، تصرفاتنا معظمها هتتغير. ادهم نابلسي دلوقتي حالا بيتهاجم من معظم الفنانين زمايله على قرار اعتزاله، لانه عمل عكس اللي الغالب بيعمله وما انكرش حرمانية اللي هو فيه. ولو انت مكان ادهم نابلسي، تفتكر هتاخد نفس القرار ولا قرارك هيبقى مختلف؟